السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يا هلا وسهلا وأسعد الله أوقاتكم متابعين ومشاهدين قناة سعودي أوتو بكل خير. حلقة اليوم ننقلها لكم من جناح الشركة الأهلية للتسويق الوكيل المعتمد لسيارات كيا في 7 مناطق في المملكة، الحين في معرض جدة الدولي للسيارات 2021. والسيارة اللي حنستعرضها معاكم اليوم هي كيا سورنتو موديل 2022. كيا سورنتو سيارة SUV حجمها متوسط، ظهر منها 4 أجيال حتى الآن. الجيل الأول انطلق في عام 2002، وفي عام 2009 انطلق الجيل الثاني، وفي شهر أغسطس من عام 2014 دشنوا الجيل الثالث كموديل لعام 2016، وفي العام الماضي 2020 دشنوا الجيل الرابع من هذه السيارة كموديل لعام 2021. ومع هذا الجيل قدرت أنها تفرض نفسها في جميع الأسواق العالمية عشان جمال التصميم وأناقة المقصورة الداخلية المليانة بالتجهيزات وتوفرها ب7 مقاعد. وتتوفر كيا سورنتو موديل 2022 في أسواقنا ب4 طرازات. الأول جي إل دفع أمامي وسعره 104,999 ريال، والطراز الثاني جي إل دفع رباعي وسعره 110,999 ريال، والطراز الثالث اللي هو الجي إل إس دفع رباعي وسعره 125,999 ريال، والطراز الرابع الجي إل إس دفع رباعي وسعره 149,999 ريال. بالنسبة للأبعاد الخارجية، الطول 481 سنتيمتر، والعرض 190 سنتيمتر، والارتفاع 170 سنتيمتر، وطول قاعدة العجلات 281.5 سنتيمتر. لكن لاحظ أن السيارة قل ارتفاعها شوية عن الجيل السابق عشان يعطيها طابع رياضي جميل، وارتفاعها عن الأرض 17.6 سنتيمتر. المواصفات الخارجية، توفر فيها الأضواء الأمامية LED تكيفية ب3 عدسات تحمي الركاب في السيارات المقابلة من قوة الإضاءة، مع أضواء نهارية LED وأضواء ضباب. المرايا الجانبية تيجي بلون السيارة وتيجي في الأسفل بقاعدة باللون الأسود، وتضم إشارات الانعطاف وكاميرا كمان، وهي تعمل بتحكم كهربائي وقابلة للطي إلكترونيا، وفيها زينة من الكروم تحت المرايا، والجنوط ألمنيوم بمقاس 17 و18 و19 بوصة، طبعا تختلف على حسب الطراز. التصميم الخلفي، نشوف هوائي في الأعلى وجناح خلفي بتصميم جميل جدا، وبيضم أضواء المكابح والأضواء الخلفية LED بتصميم أفقي مزدوجة، ووفروا حساسات خلفية وكاميرا خلفية كمان، وباب صندوق الخلفي يفتح كهربائيا بمجرد وقوفك خلف السيارة، والمفتاح في جيبك يفتح الباب الخلفي لوحده خلال 3 ثواني. مساحة صندوق الأمتعة خلف الصف الثالث 57 لتر، ولما تطوي مقاعد اللي هو الصف الثالث تبلغ المساحة 245 لتر. تيجي كيا سورنتو موديل 2022 في أسواقنا بمحركين. المحرك الأول 4 سلندر، سعته 2.5 لتر، بيعطي قوة 180 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة، وعزم دوران 232 نيوتن متر عند 4000 دورة في الدقيقة. طبعا المحرك هذا مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، ونظام الدفع أمامي. والمحرك الثاني 6 سلندر، سعته 3.5 لتر، بيعطي قوة 272 حصان عند 6400 دورة في الدقيقة، وعزم دوران 331 نيوتن متر عند 5000 دورة في الدقيقة. ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، ويجي بنظام دفع أمامي أو على كل العجلات اللي هو All Wheel Drive. المقصورة الداخلية، المساحة واسعة للكبار في الصفين الأول والثاني، لكن الصف الثالث لصغار السن، وتتسع ل7 ركاب. المقاعد قماش في معظم الفئات، وتوفر مقاعد في الفئات الأعلى مستوى مع ميزة التدفئة والتبريد للمقاعد الأمامية، وزر لتشغيل المحرك وتشغيل السيارة عن بعد، ومنافذ USB وبلوتوث مع ميزة التعرف على الصوت. والنظام الصوتي يجي ب6 سماعات، وفي الطرازات الأعلى مستوى يجي ب12 سماعة، وكاميرا خلفية، وعرض المعلومات على الزجاج الأمامي اللي هو HUD. عجلة القيادة متعددة الوظائف، ونظام التكييف عادي، ويتوفر مكيف أوتوماتيكي في الفئات الأعلى مستوى، ومكيف خلفي للصف الثاني، ومكيف خلفي للصف الثالث، وشاحن لاسلكي للهاتف الذكية، وشاشة العدادات مقاس 4.2 بوصة، وفي الطرازات الأعلى تيجي مقاس 12.3 بوصة، ونظام المعلومات والترفيه بيتوفر بشاشة مقاس 8 بوصات، وفي الفئات الأعلى تيجي مقاس 10.25 بوصة، مع نظام الملاحة ونظام صوتي من بوز.
أما بالنسبة لأنظمة السلامة والأمان يتوفر في كيا سورانتو موديل 2022 أحدث أنظمة السلامة والأمان، منها وساد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي، وساد هوائية خلفية وجانبية وستائرية كمان. طبعا نظام منع انغلاق المكابح متوفر، ونظام توزيع قوة المكابح إلكترونيا، ونظام تحكم إلكتروني بالثبات، وكاميرا رؤية خلفية، ومثبت مقعد أمان للأطفال اللي هو ايسوفيكس، ونظام فرامل إلكتروني مع مانع انحدار. ووفروا في الطرازات الأعلى مستوى مساعدة تجنب الاصطدام الأمامي، ومثبت السرعة الذكي، ومساعد مراقبة المسار، ومساعدة تجنب التصادم للنقطة العمياء، وشاشة رؤية الزوايا للنقطة العمياء، ومساعد تتبع المسار، مع تنبيه وجود ركاب بالمقاعد الخلفية مع حساس. أعزائنا المتابعين ومشاهدين قناة سعودي أوتو، أرجو أن تكونوا قد استفدتم من حلقة كيا سورانتو موديل 2022، ولمزيد من المعلومات زوروا موقعنا saudiauto.com.sa، وعبوا الاستمارة تحت موضوع السيارة، وإن شاء الله حنلبي طلباتكم. ولا تنسوا وضع جوالاتكم على الصامت خلال القيادة، لأن الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية من أكبر مسببات للحوادث. حط جوالك على الصامت وقود بأمان، واحترم حق الآخرين على الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.